إلى تونس وتحديدا إلى صفاقس، حيث تعد شبكة سوسيوس الداعم الأساسي للنادي الرياضي الصفاقسي، وتستمد مواردها من أكثر من 5000 منخرط. تفاصيل أوفى من خلال هذا التقرير. قبل 24 ساعة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد للنادي الرياضي الصفاقسي، أعلن هيكل سوسيوس الفريق عن انطلاق التطبيق الجديد CSS Live، وهو التطبيق الأول من نوعه وطنيا، والذي سيساهم في تقريب الجماهير من فريقهم بتوفير كل أخبار النادي بصفة فورية. قررنا باش من عام ناول باش نعملوا أبليكاسيون موبيل اللي تخلي أحباء النادي الرياضي الصفاقسي يعيشوا الأجواء الفريق، يتابعوا الأخبار بطريقة فورية، المقابلات حصريا منقولين على CSS Live، يتابعوا البونتوات ليزاكسيون فور. إنجاز جديد تقوم به سوسيوس النادي الصفاقسي قبل اكتمال تنصيب اللوحات الإشهارية الرقمية واقتناء الحافلة الخاصة بفريق الأكابر أواخر شهر أكتوبر القادم. إن شاء الله العدد يزيد والمداخل تزيد لاستثمارها في البنية التحتية وفي بعض المشاريع كما البانوليد، هذه الدوزيام ترون إن شاء الله تخلط من هنا لفان أكتوبر بحول الله. بالنسبة للبيوس كوم بريفو وكوم أنونسي، احنا كنا أعلنا أنها تكون في شهر أكتوبر، إن شاء الله نهار 15 أكتوبر البيوس تكون على ذمة نادي الرياضي الصفاقسي لاستغلالها. أجواء طيبة تسود الفريق والكل اجتمع على راية واحدة، وهو ما سهل عمل المدرب الذي أكد تفاؤله بنجاح الموسم الجديد. أمبيونس تري تري كونفيفيال، الأولاد قاعدين يعيشوا بالكدا مع بعضهم، فما لحمة هذه نعرفها باش تعمل دي ريبيركسيون بوزيتيف على التيران، باش تساعدنا برشا في لونتام دو شامبيونا اللي هو غدوة إن شاء الله. فما برشا حاجات قاعدة تصلح في الجروب، سيرتو معناتها au niveau de l'ambiance في السوليداريتي اللي موجوده تو ما بين الاولاد. رجعنا بالحق، معناتها الناس كل يد واحده عندنا اوبجيكتيف واحد هو مصلحه السي اس اس. تطبيق جديد على شاكله البارسا والريال، عمالقه الكره العالميه، وحافله جديده، واستكمال تنصيب اللوحات الاشهاريه الرقميه، يجعل سوسيوس النادي الصفاقسي استثناء وطنيا وعربيا وقاريا.